أعاد أمر القوات الخاصة العميد يونس بوخمادة أمس السبت التنظيمات الإرهابية وقال: احتراما لشهداء براك والشهيد البطل الشيخ بريك الوطن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نحن على بداية هذه العملية اليوم. الله أكبر، الله أكبر. اليوم 20 حتنفذ عملية انتقاما لدماء الشهداء في منطقة إبراهيم. الله أكبر، الله أكبر. وأضاف بوخمادة لبوابة الوسط أن القوات الخاصة ووحدات الجيش ستجتثان الإرهاب والتطرف من مدينة بنغازي في آخر معقله بمنطقتي الصابري ووسط البلاد وفي ليبيا. لمزيد من التفاصيل زوروا الوسط.الواي